مشاهدينا الأعزاء، في صباح الشروق على الهواء مباشرة كثير جدا من المحطات، فقد كونوا دوما في متابعة لصباح الشروق. مدينة سواكن أو مدينة سواجن، يعتقد البعض أن سيدنا سليمان سجن بها الجن، فالمدينة الملازمة للبحر تعطيك هذا الإحساس، خاصة وأن مبانيها القديمة التي تعود إلى العهد التركي أصبحت متهالكة، ولم تعد الشعب المرجانية التي أنشئت منها قادرة على تحمل جور الزمان، لتتحول المدينة إلى ركام يعتبر الكثيرون أنه مأوى للجن. ولأسباب غير معروفة تنشأ العلاقة بين الجان الذي يشكل مصدر خوف للزائرين للمدينة، والقطط التي ساقتها الأقدار أن تكون من ساكني هذه الديار. هذا القط على وجه التحديد قيل لنا إنه مسكون بالجن، ليحكي سكان المدينة عنه وعن غيره قصصا أقرب إلى الخيال. صائد الأسماك وأصحاب القوارب يتسع عندهم الخيال في أن تعمل معهم القطط في صيد الأسماك ورمي الشباك بغرض الاصطياد، مع قدرتها على التحول إلى حورية يعجب الناس بجمالها، وربما يطلبونها للزواج ويكتشفون أنها تحولت إلى قط مسكون بالجان. توجد القطط هنا على أوضاع مختلفة، فمنها القنوع الذي لا يبذل كثير جهد في الحصول على الغذاء، ومنها من يبحث نحو افتعال المشكلات، غير أن ظروف المنطقة وقربها من البحر ساعدتها في الحصول على الغذاء بطريقة سهلة، حيث تتجمع القطط هنا بقرب هذا المطعم للحصول على الوجبات التي تحتاجها من الأسماك، وربما مدت يدها إليك طلبا للغذاء. تتصل القطط مع بعضها والحيوانات الأخرى والإنسان بطرق عدة، منها الأصوات وإشارات الجسم والمواء الذي يخصص لتحية صديق أو تعبيرا عن الجوع والوحدة. ومع أن لون القط وشكله والصوت الذي يصدره هو الدافع نحو تصنيف القط بأنه جان، إلا أن ساكني مدينة سواكن ينفون علاقة هذه القطط بالجان. يحكي الناس أن الجن مستوطن بهذه المدينة، ويحكي آخرون غير ذلك، ويرون ذلك بأنها أوهام وأساطير اختلقها الصيادون لتخويف الناس من الاقتراب نحو البحر، وعطاها أنصاف المتعلمين مزيجا من الترويج والتحذير.